قالت مصادر دبلوماسية إن السعودية قدمت للجنة حقوق الإنسان بالجمعية العامة للأمم المتحدة مسودة قرار تدين التدخل الإيراني والروسي في سوريا، وأثارت هذه الخطوة احتجاجات من وفدي إيران وسوريا بالمنظمة الدولية. وتحظى مسودة القرار غير الملزم بتأييد كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وقطر ودول عربية أخرى، وتنص على إدانة جميع الهجمات ضد المعارضة السورية المعتدلة وتدعو إلى وقفها فورا، على اعتبار أن مثل تلك الهجمات يستفيد منها تنظيم الدولة الإسلامية وجماعات متطرفة أخرى.